انت ربطين ان الله سحيوه انت شرعيتك اغنسك يدوان قلنت الددوينها قعنتها تاقانا هلا صوت ريو أقل كسره أيامان تأنسحيه شرعيه أقونسيه يديوان قلنت ددوينها قولها أقل كسره بارلمان كفدرال كصوماليا أيها أنسحيه عند الشرعيات كأقونسيه يديوان قلنت ددوينها كدب كلان ما أنت يكو يشين مقالة مقدشو سيديد إلا باتن سنة ترى أيها وعود أيها أنسحين تشرعيه واحد ديد مجران واحد كآمو سنة مجران أرنتان أو قدقر إن موادن كساي واجب كتاهي قادشدا كار كأقونسيه أما ناشنال آي دي وزارد دهرمه قده هيا شاكتين شرعيغان او قيبكان نقون دونو حالوه لدى ديبات دا وحلوغو ييرو غرانواغا نبدقال يدا معاملات كمالي ديد كناعسيغا لغدقاقا موادن كايو سيدو كريلا معامل كها يدا هدول دا مركو عارمنا انا عبقالنا انت ربطين ان الله سحيو انت شرعيتك اغنسيغا يدوان قلنت الددوينا قعانتها تاقانا هلا صوت ريو هلا دجي وما سنتين يا ديدن هلا صوت ريو يا كامس هاي نتيجة الناس وقد بي أنا نتيجة الناس شكنا وحافظ ده لواتني السقال مدنا فريدو marka aniga leega reebo aniga macdeenan waxay noqonaysaa 28 28 dib waa golaadeen wax diiday ma jiraan wax ka aamusi malaha saas ayuu ansax ku yahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta ayaa u mahadcelisay gudoonka iyo sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ansixintooda hindi sharciyadka aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha hindi sharciyadkan waxa ay golaha shacabku meel mariyeen maaj koodeedii 2023 halka golaha aqalka sare ay maanta gudbiyeen iyadoo u hartay saxiixa madaxweynaha Soomaaliya kadibna lagu daabici doona faafinta rasmiga ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahab shiil ee aad lacag ka direyso استعمال كورك خدمة لآنت اي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا اي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي